الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج صباح الخير من منى. مشاهدينا، كما ذكرنا في السابق أن المشاعر للحجاج تختلف من حاج إلى حاج. هناك أمنيات ودعوات يتقدم بها الحجاج في هذه المشاعر المقدسة، وهم يدون الركن الخامس من أركان الإسلام. مشاهدينا، الصور التي نشاهدها مباشرة من منشأة الجمرات لحجاج بيت الله الحرام وهم يرمون جمرة العقبة في هذا اليوم العظيم، يوم النحر في مشعر منى. مشاهدينا، يسرنا يكون معنا في الاستوديو فضيلة الدكتور ناصر بن محمد الهويمل، عضو لجنة البرامج الإعلامية التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية. كل عام وانت بخير يا شيخ، وصباح الخير منى. صباح الورد وصباح النور، صباح السعادة وصباح الأعياد الجميلة، وصباح الأجواء الروحانية التي نعيشها في هذه الأيام التي هي أعظم أيام الدنيا، والتي تختتم تلك الأيام العشرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والأيام العشرة تختتم بهذا اليوم، وهو يوم النحر ويوم العيد ويوم الذي يتحلل فيه الحجاج، سواء التحلل الأول أو التحلل الثاني إن شاء الله، وسيأتي مزيد بيان. إلا أن هذا اليوم هو يوم عيد الأضحى المبارك الذي يشترك فيه الحاج وغير الحاج بالفرح وإظهار السرور والسعادة. فالحجاج يذبحون الهدي في هذا اليوم، وغير الحاج يذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل. كذلك الحاج يشرع له أن يذبح كذلك الأضاحي، فالأضاحي يشترك فيها الحجاج وغير الحجاج. أما الهدي فإن هذا لمن وفقه الله جل وعلا للجمع بين النسكين، بأن جمع بين نسك العمرة والحج، سواء كان متمتعا أحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن وهو يوم التروية، أو الحجاج الذين قرنوا الحج مع العمرة وأدخلوا أعمال الحج على أعمال العمرة على أعمال الحج، فصاروا قد أدوا نسكين، فإنهم يتقربون إلى الله جل وعلا شكرا على ما من عليهم من أداء منسكين في سفرة واحدة، فيتقربون إلى الله جل وعلا شكرا له بذبح الهدي. وهذا الهدي ليس جبرانا، وإنما هو شكر للمنعم المسلي المتفضل الذي وفقهم للجمع بين نسكين في سفرة واحدة. نعم دكتور، يعني وأنت يعني قريبين من منشأة الجمرات، نشاهد هذه الجموع الغفيرة وهم يرمون جمرة العقبة. كيف تصف هذا المشهد؟ أكثر مليوني حاج من مختلف الجنسيات، وجميعهم في لباس واحد وخطوات واحدة في المشاعر المقدسة. نعم، في هذا اليوم تتلاشى كل الدعوات الحزبية والطائفية والدعوات المذهبية، ويبقى ذلكم الشعار الجميل وذلكم اللبس الجميل. الشعار شعار واحد، وهو الرفع بتلبية التوحيد التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه بالمناسبة هذه التلبية تنتهي بمجرد أن يرمي الحاج جمرة العقبة بسبع حصيات. فحينما يرمي الحاج جمرة العقبة بسبع حصيات، فإن هذه التلبية وهذه العبادة الجليلة التي لهج بها الحجاج طوال أيامهم الماضية تنتهي هذا اليوم. نعم. ويبدأون بذكر آخر، ينتقلون من بستان التلبية إلى بستان الذكر واللهج بذكر الله جل وعلا وتكبيره وتحميده بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يلهج بها الحجاج في هذه المشاعر الكريمة، خاصة في مشعر منى، حيث أن من الله عز وجل عليه بأداء تلك الأعمال التي تشرع للحاج في هذا اليوم. فإنه يشرع للحاج في هذا اليوم أداء أربعة أعمال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها، وهي بالترتيب: الأمر الأول رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، الثاني من الأعمال النحر
نحر الهدي، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف بالبيت طواف الإفاضة، ويليه كذلك أو يتبع له السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للقارن والمفرد إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى في هذا اليوم بين الصفا والمروة. فهذه الأعمال الأربعة منها ثلاثة يحصل بها التحلل. نعم. والمراد ما هو التحلل؟ هو أن يخلع الإنسان هذا الإزار والرداء الذي يلبسه ويغتسل ويتنظف ويلبس الملابس التي كانت محظورة عليه مثل هذا اللبس الأول. وهو التحلل الأول. نعم. ونريد أن نبسط العبارة للمستمع الكريم والمشاهد الكريم حتى يتبين له ما المقصود بالتحلل الأول. هو أنه لما دخل في نسك الإحرام كان يحظر عليه كثير من الأمور، منها الطيب ومنها تغطية الرأس ومنها تغطية الوجه ومنها ما يتعلق بلبس المخيط. وفي هذا اليوم لما رمى جمرة العقبة وقصر من شعره أو حلق أو قصر فإنه يتحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، يعني ما يقرب زوجته. فإذا طاف بالبيت يعني عمل الأعمال الثلاثة فيحل له كل شيء حرم عليه حتى زوجه، فتكون حلالا يتحلل التحلل الثاني وهو التحلل التام. هذه الأعمال التي يعملها الحاج لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبها، فبعضهم ذهب للطواف قبل أن يرمي، وبعضهم ذهب يعني قدم بعض الأعمال على بعض، فيقول يا رسول الله لم أدري زرته قبل أن أرمي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم النحر من أعمال هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهذا يدل على سماعة الإسلام ويسره، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والأمر إذا ضاق اتسع، وجاءت هذه الرخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف على الناس. ولو كنا يعني نطلب من جميع الناس أنهم كلهم يذهبون إلى رمي الجمار لا حصل بذلك عنت كبير، ولو طلبنا منهم كلهم ينتقلون إلى الحرم ليطوفوا طواف الإفاضة لحصل بذلك عنت كبير. ولكن لما تفرقوا هذا يذهب للحلاق والثاني يذهب ليطوف والثالث يذهب لينحر والرابع يذهب ليرمي الجمرة، فإن هذه الأعمال لما تنوعت حصل بذلك الخير الكثير وزالت بذلك المشقة والعنت الذي يحصل للحجاج. يبقى للحجاج من أعمالهم في بعد أن يرموا ويتحللوا في هذا اليوم هو ما يشرع في هذه الأيام التي ستأتي، وهو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وفي هذه الليلة كذلك، وهو المبيت بمنى. والمبيت بمنى لمن يجب؟ على من يجب؟ يجب على من له سكن في منى. أما من لم يوجد له سكن في منى فإنه لا يشرع له أن يفترش الطرقات ولا أن يجلس على الأرصفة، فإن الإنسان مكرم، وإن هذا الواجب إنما هو على الاستطاعة. فمن لم يهيأ له مكان يليق بمثله فإنه له أن يبيت في أي مكان شاء، سواء في العزيزية أو في غيرها من الأماكن. كذلك أنبه على موضوع مهم وهو ما يتعلق برمي الجمار. ورأينا ولله الحمد والمنة تطبيق الناس لهذه السنة، وحصل بذلك الخير الكثير مع هذه البرامج التوعوية التي تقدم من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بتعليم الناس المناسك. فرأيناهم ولله الحمد والمنة في هذا اليوم يرمون بحصى الخذف. في سنوات مضت كنا نرى النعال ونرى الأخشاب والحجارة الكبيرة، ولكن لله الحمد والمنة مع التوعية ومع كثرة العلم بدأ الناس يفقهون أنه إبليس لا يوجد في هذا الموضع، وإنما يرمون هذا الموضع تعبدا لله جل وعلا وتحقيقا لما يحصل بذلك من هذا الخير الكثير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل في هذه المواضع لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكل ما نعمله من أعمال قد لا تظهر الحكمة. فيسألني اليوم ابني محمد كان معي في الحج ويقول يا بابا ليش نرمي الشخص؟ وش الحكمة؟ قلت الآن نحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت أقص له قصة يعني ما يتعلق بوجود هذه الجمرات وما حصل مع إبراهيم عليه السلام. وقد يظهر حكمة التشريع فيزداد المسلم إيمانا مع إيمانه، ولم يرى الشيطان أحقر ولا
أدحر من هذا اليوم حينما ترمى تلك الجمرات في هذا الموضع؟ هل هم يرمون الشيطان أو يرمون إبليس؟ لا، وإنما هذه المواضع شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترمى، فنحن نتأسى بنبي الهدى عليه الصلاة والسلام. يبقى من الأعمال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر رمي الجمار بواحد وعشرين حصات، يبدأ بالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا ويجعل الجمرة عن يساره ويتجه للقبلة ويدعو طويلا، ثم يتقدم للجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويتجه إلى القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف بعدها. ربما تسألني تقول لماذا يشرع الدعاء في الجمرة الأولى والجمرة الثانية والجمرة الثالثة العقبة الكبرى، لماذا لا ندعو بعدها ونقف طويلا وهي ختام الجمرات؟ نقول هنا يظهر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم. فنحن ما نعمل الأشياء، يعني قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر، ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وكل ما نراه والله الحمد لله من تطبيق للسنن كلهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرتسمون هديه. هو الذي أمر بالأخذ بالرخصة، وهو الذي أمر بالأخذ بالعزيمة، وحينما يشتد الأمر فإن الأخذ بالرخصة وإعمال الرخصة محبب إلى الله عز وجل. جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه الرخص التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جلية في هذا اليوم بتلك الأعمال المتنوعة، أو ما يحصل من الأخذ برخص من يفتون من علماء تلك البلدان التي أتى منها هؤلاء الحجاج، فإن الأخذ بمذاهب العلماء والأخذ بفتاويهم أمر محتم، ولا ينبغي أن يكون الناس كلهم على رأي واحد أو على مذهب واحد. ولله الحمد من هذا الاختلاف الفقهي، أتحدث عن الاختلاف الفقهي، كان له أثر في التراحم والتوسيع على المسلمين وعدم إرهاقهم أو وضع الآثار والحرج عليهم. نعم دكتور، يعني لما نتحدث عن يعني منشأة الجمرات ونشاهد الصورة مختلفة، نقول ممكن في عشر سنوات سابقة كانت يعني الأماكن ضيقة وكان فيه يعني نشاهد الزحام الشديد، الآن يعني مع هذه المنشأة العظيمة ويعني فعلا جبارة في مبناها سهلت كثير للحجاج، يعني كيف الآن تشوف سهولة الرمي بين الآن وسابقا؟ يعني لا شك أن هناك فرق كبير جدا، وهذا مما يحسب لهذه الدولة المباركة التي أخذت على عاتقها رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وتسهيل كل السبل، بل إنها جعلت مركز للأبحاث لأبحاث الحج، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وكل سنة يقدم من الأبحاث الجديدة التي ليست مجرد دراسات وإنما دراسات ونراها على أرض الواقع. يوم من الأيام كان هذه المنشأة حلم وتحقق ولله الحمد والمنة بعزمات ملوك هذه الدولة المباركة الذين أخذوا على عاتقهم رعاية الحرمين وخدمة قاصديهما، بل إن عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وقبله ملوك هذه الدولة المباركة أخذوا مسمى جميلا يفرحون حينما يلقبون به، وهو خادم الحرمين الشريفين. فرعاية الحرمين وخدمة قاصديهما شرف عظيم على كل إنسان في هذه الدولة المباركة، وهو عز وتمكين ورفعة ورغد عيش، وما نعيش ولله الحمد والمنة من أمن وأمان وطمأنينة ووفود هذه الأعداد المهولة باختلاف لهجاتهم واختلاف لغاتهم واختلاف مذاهبهم واختلاف التعامل معهم، ومع ذلك كله نرى يعني تيسير الله عز وجل. ولا بد أن ننسب الفضل أولا إلى الله، ثم تلك الجهود العملاقة الكبيرة التي جعلت من رحلة الحج رحلة متعة. من كان يظن أن الأبناء الصغار ورأيناهم بأعداد كبيرة في الحج يأتون للحج، لم يكن هذا ليتأتى إلا بعد أن وفق الله عز وجل لوجود تلك المنشآت العملاقة الضخمة التي جعلت من الحج رحلة إيمانية رائعة فيها المتعة وفيها العبادة وفيها أداء الركن الخامس من أركان الإسلام
وفيها التعارف، وصار الحج يعني مقصد لكثير من ممن يروم أن يكرر الحج. ولو ترك الحج يعني لجميع الدول مفتوحا لما أخذت مكة تلك الأعداد المهولة. وما هذا إلا لما يرونه، لو كنا نرى أن هناك عنت لما رأينا آلاف الذين تعيدهم السلطات الذين لم يحصلوا على التصاريح. لماذا يأتون؟ لأنهم يرون الخير ويرون السبيل الذي يوزع بالمجان، المياه توزع بالمجان، الأكل والشرب في كل محل ولله الحمد والمنة، الخيرات، الابتكارات، قطار المشاعر الذي يقل الآلاف في 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 الساعة، ما نراه ولله الحمد والمنة من توسعة عملاقة لصحن المطاف للمسعى كل سنة ولله الحمد والمنة. وما نزال نرجو المزيد في عهد ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما نزال نرى تلك الأعمال الجبارة الشاهدة التي لا يرجون من ورائها مدح مادح، ولا ينفعهم أن يمدحهم مادح أو يذمهم ذام أو أن يسيس الحج من يسيسه، ومع ذلك هم لا يلتفتون لجميع تلك الدعوات، وإنما ديدنهم في ذلك أنهم يرون في هذا العمل العظيم وهذا الجهد الكبير أنهم يرجون رحمة الله عز وجل ورضاه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم يرون أن هذا من الأمور التي شرفهم الله عز وجل بها، ويقومون على ويفرحون بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين. كم من الأعداد المهولة، بل إن دول استضيفت كاملة عن بكرة أبيها، فتح لهم المجال لاستضافتهم على ضيافة خادم الحرمين الشريفين بكل سرور وبكل استقبال حسن وبكل طمأنينة، ومع ذلك لم ينفقوا ريالا واحدا من حسابهم الشخصي. وكل هذه الجهود وهذه الأعمال إنما هي يعني مكان فرح وسرور وغبطة من ولاة الأمر في هذه البلاد سلمهم الله وحفظهم. دكتور، أنت ذكرت حديثك قطار المشاعر وهو يتنقل بين المشاعر المقدسة، يعني في هذا المسار يعني وأنا والدكتور يعني في موقع على يميننا جسر الجمرات وعلى يسارنا قطار المشاعر وهو يتنقل في المسار هذا يا دكتور، وأنت تشاهد الآن جميعهم آتين من القطار، يعني القطار هو من ساهم في نقل عدد كبير من الحجاج من مشعر مزدلفة. لو تلاحظ السنين الماضية كيف كان الناس تتعب، والباصات واللي يطلع فوق السيارة، الآن ما شاء الله تبارك الله ولله الحمد لله. ما أشرت إليه من هذا التسهيل وهذا التيسير من الله عز وجل أن وفق هذه البلاد لوجود مثل هذه الوسائل التي سهلت رحلة الحج، وصارت رحلة الحج ممتعة، وصار انتقال الحاج من مكان إلى آخر يسير بعد أن كان فيه العنت الشديد وكان فيه المشقة البالغة، وانتقال 3 ملايين في وقت محدد. يعني ربما بعض الناس لا يرى الإثار لإخوانه أو يرى المصلحة العامة، ربما حصل له بعض التأخير أو مثلا أقفل عن بعض الطرق للمصلحة العامة لجميع الحجاج، فيقول التصعيد في هذه السنة ليس جيد، هو يتحدث عن نفسه، ما يرى الملايين والمصلحة الضخمة الكبيرة حينما تمنع من أن تعود مثلا من نفس الطريق الذي ذهبت إليه لترمي. الآن جميع هؤلاء الحجاج الذين يذهبون في لرمي الجمرة لا يمكن أي حاج منهم أن يعود في نفس الاتجاه. صحيح. لماذا؟ لو حصل هذا لحصل في ذلك تدافع. طيب لنفترض أن حاج يقول أنا مخيمي قريب من مبنى الجمرات فأيسر لي أني أعود، يقولون لا، لازم أن تغلب المصلحة العامة. فلو مشيت عدة أمتار زيادة أو كيلو مثلا من المشي، أول شيء هو رياضة وصحة وزيادة أجر، والأجر على قدر المشقة الغير متكلفة. كل ما أصاب الإنسان إجهاد أو تعب وهو لا يريد ذلك فإن الأجر على قدر المشقة. ما هي المشقة الغير مأجور الإنسان عليها؟ هي المشقة أن يتكلف الإنسان التعب ويذهب إلى الشمس وقد وفر الله عز وجل له الظل، أن يذهب إلى الأماكن الزحام وهناك أماكن السعة، أن يوفر له سكن لمثله ويذهب يجلس في الطريق الذي هو مر للسيارات أو للرصيف الذي هو ممر لمشي الحجاج لرمي الجمار. فنقول اتق الله وانتبه، لأن هذه الطرق لها حرمتها
وتلك الأرصفة وضعت لمشي الناس وليس لنومهم وليس لشرب الشاي وأكل المأكولات على الأرصفة. ما نرى من هذه الصور والله الحمد لله في كل سنة نرى تحسن ونرى تقدم. نحن لا يعني لا ندعي المثالية ونقول أن جميع الطرق لا يوجد فيها أي مفترش أو لا يوجد فيها أي حاج غير نظامي، قد يوجد وقد يعني يأتي بعض الحجاج للأسف الشديد، ولكن ولله الحمد المنه يعني التوعية آتت أكلها والرسائل الإعلامية كان لها يعني تأثير البالغ في نفوس كثير من الحجاج الذين كانوا يأتون بلا تصريح. وما يبث من رسائل في تعظيم هذه المشاعر وأن لا يدخل الإنسان إليها إلا وقد أحرم، وأن يحصل على التصريح المناسب، وأن لا يدخل بثيابه ثم يوقع أهل العلم في الحرج ويقول أنا دخلت بثيابي وماذا علي بعد أن يدخل في الإحرام. ونقول لا بد من تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله لتبقى هذه الشعيرة وتلك الخدمات باقية تخدم الآلاف. لنفترض أنك دعوت أناس لمناسبة من المناسبات وأنت لا تعرف العدد الذي سيأتيك، كيف تستعد لهم؟ ولذلك الخدمات هذه هيئت ووفرت بحسب ما أصدر من تصاريح سواء الحجاج الداخل أو حجاج الخارج، البرامج والتفويج وشركات الطوافة وشركات حجاج الداخل تمشي وفق خطة يعني مدروسة وفق تفويج معين. لا يمكن أن يترك الناس فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم، ولا بد من التنظيم والتفويج. نعم دكتور، يعني وأنت عضو لجنة برامج الإعلامية التوعوية في وزارة الشؤون الإسلامية، ماذا تقدمون في المشاعر المقدسة من خدمات؟ لا شك أن وزارة الشؤون الإسلامية من يعني تعنى كثيرا بتوعية الحجاج من خلال البرامج الإعلامية، من خلال المطويات التي توزع على الحجاج، من خلال ما يبث من رسائل على الجوال، من خلال هاتف المجاني الذي يقدم إجابة السائل على مدار الساعة بالمجان، يتصل حتى ولو لم يكن معه رصيد في جواله الخط هذا يعمل بالمجان. ما يبث من رسائل توعوية تبث من خلال الطائرات سواء في الطائرات الخطوط السعودية أو غيرها من الشركات، فمجرد أن يدخل الحاج على قائمة البرامج يجد أن بصمة وزارة الشؤون الإسلامية موجودة. وما ذلك كان ليتحقق كثير منه إلا بتعاون جميل ورائع من هيئة الإذاعة والتلفزيون، فهي التي مكنت وهيئت كثير من الأجواء وكثير من الفرص لعرض هذه البرامج العملاقة وهذه الدروس التي يقوم بها أصحاب الفضيلة المشايخ وتلك الفتاوى التي شرحت الحج وفصلت كثير من مما كان يعني بعيد عن الناس، قربت البعيد ويسرت كثير من هذه البرامج، وكان لها الأثر البالغ في توعية الحجاج، تثقيفهم، ما يبث من رسائل حينما يقدم الحاج ومن كتيبات ورسائل يستلمها من المطار، ما يأخذه من هدية وهي تحمل اسم هدية خادم الحرمين الشريفين حينما ينصرف جميع هؤلاء الحجاج الذين يغادرون، كل ما من أراد أن يغادر إلى بلده فإنه سيحظى بهدية خادم الحرمين الشريفين وهي مصحف ومجموعة من الكتب ومجموعة من الهدايا التي تقدم بشكل جميل ورائع، يقدم لجميع هؤلاء الحجاج. وانظر إلى التكلفة الكبيرة جدا، ومع ذلك هذه الدولة تبذل بلا منة وتعطي العطاء الكبير، وديدنها في ذلك أنهم يعملون ليرضى من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. دكتور، يعني وأنت يعني تتنقل في المشاعر المقدسة أكيد الصورة بين الحجاج مختلفة، يعني نشاهد المشاهد الإنسانية، الصغار الكبار، الدموع للحجاج وهم يؤدون هذه الفريضة وهذه الشعيرة، كيف تصف هذه المشاعر الإنسانية؟ لا شك أن هذه المشاعر مشاعر جياشة، أن يمن الله عز وجل على الإنسان بإتمام الركن الخامس، وكانت هذه بالمناسبة أداء الركن الخامس لم يكن بهذا التسهيل الذي نراه اليوم، كانت في السابق هذه رحلة فيها مغامرة، الذاهب للحج مفقود والعائد مولود، ولذلك كان كل من يمن الله عز وجل عليه بالحج ويعود إلى بلده يسمى بالحاج ويكرم فترة طويلة بعد قدومه من الحج، لأن الحج كان في السابق هلكة أصبح ومشقة، أصبح اليوم لله الحمد المنة يعني كل يتمنى أن يصل إلى هذه المشاعر، وأصبحت رحلة الحج لا تتجاوز الآن أيام قليلة،
يبدأون باليوم الثامن يوم التروية، ثم يوم عرفة، يوم النحر، ثم يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر يغادرون، لا تتجاوز 5 أيام، كانت في السابق تمتد إلى شهور. يهيئون أنفسهم، ربما ركبوا البحر وركبوا ومشوا بدوابهم المسافات الكبيرة، ولم يكن هناك النقل الجوي. الآن غالب هؤلاء الحجاج، ولله الحمد والمنه من فضل الله عليهم، أن غالب الحجاج من الخارج يأتون عبر الطائرات تقلهم من بلدانهم. أبعد بلد في الدنيا الآن لا يجاوز 18 أو 19 ساعة ليصل إلى مطار جدة، ويصل كذلك ثم وصوله إلى هذه المشاعر المباركة. يعني لا يمكن أن يكمل يوم من خروجه من بلده في أقصى بلدان الدنيا، سواء أمريكا الجنوبية أو أستراليا أو غيرها من البلدان البعيدة التي يفد إليها بعض الحجاج. من يرى مثل هذه الصور الكريمة وتهافت الحجاج ورغبة الدول في زيادة أعداد الحجاج واطمئنانهم وحرصهم، يدل هذا كله، هي شهادة ضمنية على أن هذه الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتقوم برعاية الحجاج. وما هذا التهافت الكبير وهذا الطلب والرغبة في زيادة أعداد الحجاج، وما رأيناه ولله الحمد والمنة في هذا الموسم، في هذه السنة، من زيادة كبيرة لأعداد الحجاج على الأعوام الماضية، وذلك لأن كثير من المشاريع العملاقة قد اكتملت، والمشاريع كذلك الإضافية ستكتمل، وسنرى إن شاء الله في قابل الأيام القريبة انطلاق قطار الرابط بين مكة والمدينة، وكذلك القطار الرابط بين مطار جدة ومنطقة الحرم. وكل هذه مشاريع عملاقة، هذه الدولة تعمل ليل نهار، تعمل بلا منة ولا تنتظر من أحد مدح، وإنما ديدنهم في ذلك أنهم يعملون ولا يلتفتون إلى الخلف، وإنما هم متجهون لرضا الله عز وجل، ثم تقديم تلك الخدمة لضيوف الرحمن، ونسميهم كذلك. كل هؤلاء الضيوف هم ضيوف الرحمن، فلا بد من إكرامهم، ولا بد من إحسان وفادتهم ورعايتهم، وتقديم كل السبل لأداء هذا الحج بيسر وسهولة. من قدم إلى الحج يريد الحج، فإنه سيرى التكريم، وسيرى المعاملة الحسنة، وسيرى التسهيل، وسيرى كل علم طيب. ومن رغب في تكدير صفو الحجاج أو بث الإشاعة أو الرعب أو أي أمر من الأمور التي تخالف التنظيمات التي فيما يتعلق بالتفويج أو غيره، سيلقى ما يلقى من تلك التعليمات التي تجعل سلامة الحاج فوق كل اعتبار. لا أي أمر فوق سلامة الحاج، فالحاج أي حاج هو ضيف للرحمن، وهو موضع للتكريم، وستبذل هذه الدولة كل الجهود لخدمة هذا الحاج الواحد، فكيف بخدمة هذه الملايين الذين قدموا وهم في رعاية وحماية الرحمن، ثم رعاية هذه الدولة المباركة التي أخذت على عاتقها خدمة الحجاج ورعايتهم. نعم دكتور ناصر، لما نتحدث عن يوم الحادي عشر وأول أيام التشريق، ما هي أعمال الحاج يوم غد؟ يوم غد طبعا من هذه الليلة يشرع المبيت، وأكرر المبيت لمن لديه سكن. نعم. الذي لا يوجد لديه سكن فهو معفي، يعني لا يشق على نفسه وعلى أسرته أن يأتي إلى منى ليجلس في الطريق، وإنما المبيت لمن يوجد لديه سكن أو خيمة. نعم. أما من لا يوجد له فإنه لا يكلف نفسه. كذلك يبقى عليهم رمي الجمار، جمار اليوم الحادي عشر، وهي 21 حصاة من حصى الخذف، يأخذها من أي مكان، سواء من منى أو من أي موضع يأخذها. وربما تقوم بعض الحملات مشكورة بتجهيز هذه الحصيات وتقديمها للحجاج. ونبه إلى عدة أمور. أولا، لا يشرع غسل الجمار، وإنما تؤخذ هذه الحصى بغبارها كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغسلها، وليس من السنة غسل الحصى. الثاني، عدم الغلو في الحصى، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال إياكم الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم. سبب هذا الحديث هو لما رأى الحجارة الكبيرة عليه الصلاة والسلام، فنهى عن ذلك وأمر بالرمي بحصى الخذف. يرمي الحاج تلك الجمار ب21 حصات
يبدأ بالجمرة الصغرى، ثم بعد أن يرمي تلك الجمرات ويكبر مع كل حصات، ويتيقن أنها وقعت في المرمى في غالب ظنه، لأن أحيانا يكون من الصعوبة أنك يكون عندك اليقين التام، وربما حصل الشك من بعض الحجاج بعد رمي الجمار، فلا يلتفت إلى الشك مطلقا بعد أدائه للعبادة، فإن هذه وساوس الشيطان. يقول لك أصلا ما رميت إلا أربع، ما رميت إلا خمس، وأنت متيقن أنك رامي سبع، فلا تلتفت إلى هذا الشك بعد أداء العبادة. تتقدم بعدها وتجعل الجمرة عن يسارك وتدعو طويلا باتجاه القبلة، وأنبه إلى تنبيه أنك تفسح المجال لإخوانك الذين سوف يعبرون من هذا الطريق، فتأخذ أقصى اليمين وتتخير الأماكن الميتة من المرمى التي لا يحصل فيها زحام، وتدعو. تتقدم بعدها فترمي جمرة الجمرة الوسطى بسبع حصيات، وتكبر مع كل حصات من حصى الخذف، تجعل الجمرة عن يمينك وتتجه إلى الميسرة وتتجه إلى القبلة وتدعو طويلا، ثم تتجه كذلك لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات وتكبر مع كل حصات والحصى كذلك، ونبه على أنه حصى الخذف، لا ترمي بالحجارة الكبيرة ولا تؤذي إخوانك ولا ترمي بالنعال ولا بالأخشاب، فإن هذا كل من عبث الشيطان بهؤلاء الحجاج الذين يظنون أن إبليس هو موجود وأنهم يرمونه في هذا اليوم. بعد أن يرمون تلك الجمار، فإن المشروع في حقهم كذلك أن يبيتوا في ليلة القر، وهي ليلة الحادي عشر، ثم يبيتون ليلة الثاني عشر، ليلة الثاني عشر يبيتون في منى، ويرمون كذلك الجمار الثلاث، يبدأون كما فعلوا في اليوم الأول يرمونها في اليوم الثاني. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعذار أن من كان عنده عذر أو يشق عليه الوصول إلى منى لرمي جمار اليوم الحادي عشر فإنها يرميها مع اليوم الثاني عشر، وهذا من تيسير الإسلام وسعة الإسلام ورحمة الإسلام، فمن لم يكن يعني يتيسر له أن يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر فإنه ينقل هذه الجمار اليوم الثاني عشر فيرميها، يبتدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. مشاهدينا، نشاهد هذه الصور للكاميرا الطائرة التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهي تتنقل في أجواء المشاعر المقدسة وتحديدا في منشأة الجمرات. لننقل الصورة مباشرة للحجاج وهم ينقلون وهم يرمون الجمار، يعني هذه الصور التي تأتيكم الآن فوق محطة قطار المشاعر، إضافة الكاميرات الموجودة في منشأة الجمرات. أعودك دكتور، يعني لما نتحدث أيضا عن أنت ذكرت أنه بعض الأخطاء التي يخطئ فيها الحجاج في رمي الجمار، يعني غالبا يعني في الليل يعني يكون الحاج في مشعر منى، ايش يتوجب عليه في فترة الليل؟ يعني من الواجبات او المستحبات انه يعني ممكن تساهم في زيادة الأجر؟ نعم، اولا انه في هذا المشعر، مشعر من الحرم، ومنى كلها من الحرم. الامر الثاني ان لا ننسى انه اليوم هو يوم عيد، فيظهر الإنسان اليوم التبريكات والتهاني، وأن يعني يعايد الناس بعضهم بعضا بهذا اليوم العيد السعيد، ونرى تلك ما يعمل من أعمال طيبة في غالب الحملات من الاحتفاء بهذا اليوم، يوم العيد، يوم الحج الأكبر. ما يشرع هو أن يبيتوا فقط، هو المبيت ليس إلا، ورمي الجمار في الغد إن شاء الله، ورمي الجمار في اليوم الثاني عشر. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهو يوم التعجل الأول، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر إلى اليوم الثالث عشر لأنه فيه كان زيادة للأعمال. نعم، دكتور ناصر بن محمد الهويمي العضو لجنة البرامج الإعلامية توعية بوزارة الشؤون الإعلامية.